جمعت كل هذه الطرق وهي بين يدي عن الصحابة وغيرهم، هي منسوبة للصحابة، علينا أن نقف على أسانيدها كما قلت، ما بين وضاع وكذاب ولص وسراق وضعيف وضعيف جدا ومرسل ومنقطع ومعضل وما شابه، هذه كلها تقول أنها ثابتة عن أصحاب نعم النبي نعم صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية صححها، شيخ ابن تيمية صححها. شيخ الإسلام ابن تيمية لم يصحح هذه الروايات، بل قال عنها أنها كذب، وهو مش موضوع أسانيد. لا، هاي الأسانيد اللي ذكرتها، مثل سند علي بن زيد بن جدعان وحماد بن سلمة بن تيمية صححها. علي بن زيد بن جدعان لسه في كلام كثير عليه. تفضل سمحت شيخ، بس إذا تسمع تفضل. كتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية، صفحة 513 والجزء المجلد الأول، يقول: ورواه أيضا عن حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي فذكر مثله ولم يذكر كراهية، فاستاء لها النبي، يعني ساء ذلك، فقال: وخلافة نبوة، ثم إلى آخره. نفس هذا السند، هو نفس السند. فضلت شيخ، هذا السند اللي قرأت يحتج به ابن تيمية في كتابة منهاج السنة، نفس هذا السند مروي به هذا الحديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان. بعدين فضيلة الشيخ، نحن عم نعطيك سند واضح بأنه كيف يعني، وين اللص، وين الضعيف، وين يعني موجود بهذا السند، موجود شيخ شاكر، ضعيف، لص، سارق، أعطينا واحد مثلا من هؤلاء. أنا أجيب على أن المرويات التي ذكرتم على أنها مروية عن 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي التي في أسانيدها أحاديث، فيها كذابين، فيها وضاعين، فيها لصوص، فيها ضعفاء، فيها متروكين. لا أقول عن السند الذي نحن نتكلم عنه. يعني أنت تقول أن السند ذكر سمحت الشيخ ما في لا كذاب ولا وضاع. جيد جيد، خلص متفقين. فأقل تقدير هذا الحديث حسن،